On est de retour معكم في ساعة بساعة من زي المتوسط حتى نوصل ليه نمشي كالعادة توا وقايد السينما مع محمد في سينما الحياة. سينما الحياة خميس مبتان، مرحبا. مرحبا بك. طيب في سينما الحياة اليوم باش نطرح عليكم فيلم اسمه أكا. هو فيلم فرنسي من إخراج مورغان إس داليربيت، وهو من بطولة ألبان لينوارو، تم إصداره في عام 2023، وكاتب مشارك أيضا وإريك كانتونا. إريك كانتونا جوغ فوتبول لعب في مانشستر يونايتد، وتيبولت دي مونتالبريت نجم إكستريم البنطلونز. Personne ne savait qu'il était sur le territoire. Faut le retrouver. J'ai la personne qu'il faut. Ça fait 20 ans qu'il bosse pour nous. Tu peux l'activer. C'est qui ce gars ? Un chef de guerre soudanais. Il s'est radicalisé. Il a contacté Victor Pastor. On a peur qu'il l'aide à organiser un nouvel attentat. الفيلم يحكي على أدام فرانكو، وهو عميل عمليات خاصة متعدد الهوايات، يعمل نيابة عن الحكومة الفرنسية تحت قيادة القائد كورجر. بعد الانتهاء من مهمة في ليبيا، تم تكليفه بمهمة جديدة تحت إشراف الوزير ماركونيت. المهمة تتمثل في طرد أمير الحرب السوداني مختار الطيب والقضاء عليه، اللي هو المشتبه الأول والرئيسي في هجوم بالقنابل في فندق باريسي. هذا كان اقترحنا لكم اليوم، وإن شاء الله يعجبكم الفيلم. بيان سور يعطيك صحة محمد. فيلم جديد من انتاج نتفليكس، بيان سور دونك تنجموا تفرجوا عليه على نتفليكس. هكا كان سينما الحياة. سينما الحياة من بكري ومن بكري عزيز حكينا على تلفاز زمان. ذكرت في فيلم اخر عجبني برشا، ومعناها وفكره حقيقيه، راهو معناتها انسبيراسيون من 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 معناها نحكيو على حكايه حقيقيه، دونك ايستوار غير، اللي هي فيلم لانفير. دونك جان كلود فاندا تصور في حبس في روسيا، من احسن ما تنجم تتفرج. اما مشاهد الحقيقه فيها شويه وحشيه الحقيقه، لكن ممتاز برشا. لا مش وحشيه بالمعنى الخايب معناها. اي نعرف نحكيو معناها اكشن اكثر من لازم بشويه الحقيقه. اما من احسن ما تتفرج اسمه لانفير، معناها فيلم اسمه لانفير، دونك من احسن الافلام اللي تفرجت عليهم زاده في الديسيني. ما عنديش برشا دونك نروح نتفرج فيه الليل. بيان سور ممتاز برشا الحقيقه، لا هو ممتاز برشا. يعطيك صحه محمد، هكا كانت سينما الحياه. سينو نمشيو مع سيرين في اخر فقرات البرنامج راديو كاسيت. اسمع بين الموسيقى في راديو كاسيت. راديو كاسيت في فقرة راديو كاسيت اقترحنا لكم لليوم هو اغنية ماريا للفنان ريكي مارتن، ونسمع سيرين. شكون كان ما معناتها شكون كان ما يعرفش الاغنية هذي؟ شكون ما سمعهاش وما غناهاش وما شطحش عليها فلامينغو؟ بيان سور في جينيراسيون معناها نتاعنا، بون انتم بعدنا شوية، اما اغنية ريكي مارتن من احسن الاغنيات الحقيقة، واللي نذكرها انا ماني انا كبير وقتها. نذكرها بكدين غنية، ومعناته عملنا عليها بون كيف، وغرمتني بها اختي برشا غنية. ليه ريكي مارتن كان اللي دور نتاعي الحقيقه، ما عادش اللي دور نتاعي تنقول لك علاش من بعد. سينو من احسن الفنانين يعرف علاش عزيز، ما عادش اللي دور نتاعي. سينو فما كم. واحد اخر باغ كونتخ شنو فما معناها تو شوازي ان اوتر؟ لا لا عمل فازا خايبه كرهو بها. داكور. عنده انتماءات عندك الحق مثلي ريكي مارتن. مثلي ومعرس براجل معناها طبعا مع احترامنا للاقليات. ما شفتيش في الليل بيان كما قال احترامنا للاقليات، لكن انا ما الحقيقه ما عندي انا ما كل واحد ورايه. انتو كم سيري دونك ريكي مارتن اسمه الحقيقي هو انريكي مارتن موراليس، تولد في 24 ديسمبر عام 71 في بورتوريكو، وهو ممثل ومغني بوب بورتوريكي من اصول اسبانيه. فاز بجائزة الجرامي وبدأ الغناء بالإسبانية عام 1990.
وبدا يغني البوب واصدر اغنيته الاولى عام 91 واللي هي إيلامور واللي هي مزيج باللغه الاسبانيه والانجليزيه. وبدا بعدها باصدار البوميته وبدات شهرته تزداد. وفي عام 1998 غنى في كاس العالم لكره القدم اغنيته The Cup of Life اللي لقات نجاح كبير. وفي عام 2005 أصدر ألبومه لايف. ريكي مارتن هو رائد الموسيقى اللاتينية ومحبوب من كل المشجعين في أنحاء العالم لفهمه الفطري للإيقاع وطويل حياته المهنية. باع أكثر من 85 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم. لقب ريكي بلقب ملك البوب اللاتيني وهو مؤسس ريكي مارتن وهي منظمة خيرية أسسها باش يدافع على رفاه الأطفال في أنحاء العالم. وبعد 5 سنوات مع فريق مينودو أطلق ألبومه باللغة الإسبانية بعنوان ريكي مارتن في عام 91. وفي عام 94 قام بطولة في فيلم مستشفى العام في التلفزيون الأمريكي ويلعب دور المغني البوتريكان. في عام 91 قام بعدة ألبومات في باللغة الإسبانية وأطلق أول ألبوم باللونجلي بعنوان ريكي مارتن واللي يتضمن أغنية Living La Vida Loca وتبعت 22 ألف نسخة من الألبوم وكانت له شهرة عالمية. بعد بداية عام 2012 ظهر ريكي في مارتن في شخصية المعلم الإسباني الأكثر إثارة ولقى العديد من الجوائز الدولية بما في ذلك جائزة شخصية العام لتفوقه الفني والعمل الخيري على نطاق واسع والعديد من الجوائز الأخرى اللي تحصل عليها وتتضمن نجمة في هوليوود وجائزة غرامي وثلاثة جوائز غرامي اللاتينية وجائزة MTV الإسيوية وMTV الموسيقية في أوروبا وجائزة الموسيقى العالمية وجائزة الموسيقى الأمريكية. دونك برشا جوائز لريكي مارتن. بسيخ مال مارتن ومن أشهر أغانيه نلقى أغنية الفلامينكو باللغة الإسبانية وهي اقتراحنا لكم لليوم أغنية ماريا اللي خرجت نهار 21 نوفمبر عام 96 ضمن ألبوم الثالث ميديو فيفر باللغة الإسبانية. الأغنية كتبها ولحنها كل من إيان بليك ولويس غوميز إسكولار وكاسي بورتر ومن إنتاج كاسي بورتر وإيان بليك. أول أغنية خذت نجاح عالمي ريكي مارتن وصديت المرتبة الأولى في وقت في 9 أسابيع في فرنسا وغيرها من البلدين في العالم. غنية تحكي على مرأة مزينة وأتيرونت برشا اسمها ماريا وغنيها في برشا حفلات كما حفلته في فيستيفال باخ في إيطاليا عام 97